2016 عام لامست فيه أسعار النفط 27 دولاراً للبرميل كأدنى مستوى لها في أكثر من 12 سنة، وعام شهد فيه العالم اتفاقاً تاريخياً بين المنتجين لكبح جماح الإنتاج كأول تحرك من نوعه منذ 15 سنة. عام واكبنا فيه التطورات الكثيرة لأسواق النفط وتصريحات المسؤولين وتقارير المؤسسات الدولية، ولم تغب فيه عنا قضايا الطاقة التي تشغل المواطن العربي، كما لم تغب شؤون الطاقة المتجددة وأخبارها عن حلقاتنا. الزميلة مريم صليبة تستعرض لنا أبرز محطات النفط خلال 2016. شهد قطاع الطاقة العالمي أحداثاً مفصلية في عام 2016، أبرزها اتفاق النفط التاريخي بين منظمة أوبك والمنتجين من خارجها، والذي رفع من أسعار الخام العالمية. وبالتفاصيل، بدأت أحداث العام بأسعار نفط متدنية، حيث سجل خام برنت 37 دولاراً للبرميل. وما لبست الأسعار أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما عند 27 دولارا للبرميل، وسط أجواء متشائمة من تخمة المعروض وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي الطلب على النفط، بالإضافة إلى تمسك كبار المنتجين بمستويات إنتاج مرتفعة. الانخفاض الحاد في الأسعار أضر بشركات الحفر الأمريكية، ووصلت أعداد المنصات في بداية العام الحالي إلى 510 منصات مقابل 1317 منصة في الفترة ذاتها من عام 2015. وصول الأسعار إلى هذه المستويات المقلقة دفع المنتجين للتحرك، فأعلنت كل من السعودية وقطر وروسيا وفنزويلا استعدادها للمشاركة في اتفاق تجميد الإنتاج شريطة انضمام منتجين آخرين لهم، ما رفع أسعار النفط إلى مستويات 30 دولاراً للبرميل. ورغم فشل اجتماع الدوحة في أبريل والذي كان يهدف لتثبيت الإنتاج، استمرت الأسعار بالارتفاع بسبب إضراب عمال النفط في الكويت وتضرر الإنتاج في نيجيريا بعد الهجمات على منشآتها النفطية. وفي يونيو عقدت منظمة أوبك اجتماعها الدوري، واكتفت بالتأكيد على رغبتها في توازن السوق. ووصلت الأسعار إلى 52 دولاراً للبرميل في 8 يونيو الماضي بعد تعطل الإنتاج في ليبيا والعراق ونيجيريا أيضاً، واستمرار تصريحات المنتجين بالرغبة في التوصل إلى اتفاق حول تثبيت الإنتاج. أسعار النفط تذبذبت وسط إشارات على تأقلم منتجي النفط الصخري مع سعر 45 دولاراً للبرميل، وأيضاً بسبب تخمة المعروض. إلى اجتماع الجزائر الذي عقد في نهاية سبتمبر، حيث توصل منتجو أوبك إلى تفاهم حول العودة إلى نظام الحصص ووضع نطاق للإنتاج بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا. هذا التفاهم دعم الأسعار التي سجلت أعلى مستوى لها في عام عند 53 دولارا للبرميل، خصوصا بعد تأكيد روسيا على استعدادها للانضمام إلى أوبك. لكن قلق الأسواق من عدم مشاركة العراق ونيجيريا وليبيا وإيران أيضا في نظام الحصص عاد ليضغط على الأسعار. وفي 30 من نوفمبر أقرت منظمة أوبك خلال اجتماعها في فيينا اتفاق الجزائر الذي يقضي بتخفيض إنتاجها النفطي 1,200,000 برميل يوميا، وهو أول خفض منذ عام 2008، ليصبح سقف إنتاج المنظمة 32,500,000 برميل يوميا. وقد تم استثناء كل من ليبيا ونيجيريا من القرار لتعوض الضرر الذي أصابها بفعل الصراعات، وسيبدأ تنفيذ الاتفاق في الأول من يناير من عام 2017 ويستمر 6 أشهر قابلة للتمديد. الأسعار تفاعلت مع قرار الاتفاق لترتفع فوق 55 دولارا للبرميل، مدعومة بانضمام المنتجين من خارج المنظمة الذين أقروا تقليص إنتاجهم بواقع 558,000 برميل يوميا، ليقترب الانخفاض من 1,800,000 برميل يوميا من كافة الأطراف المشاركة بالاتفاق. عالم الطاقة تحدث إلى قادة القطاع عدة مرات قبل الاجتماعات وبعدها.
أبدأ ونشكر الجميع اللي شاركوا في الاجتماع، جميع الدول لديها الرغبة الصادقة في المشاركة الفعلية وليس فقط المشاركة الاسمية، ولأنهم ملتزمين نحن وضعنا لجنة وزارية سوف تتابع، وضعنا أسس لهذه اللجنة كيف سوف تعمل وكيف ستتابع الإنتاج. أنا أعتقد أن تاريخيا نحن كمنظمة وخصوصا نحن كدول الخليج دائما ملتزمين، وإن شاء الله أن الجميع سوف يلتزم، لأن التزام الجميع سوف يخدم الجميع، وعدم التزامنا ما راح يخدمنا كمجموعة، ولكن بالتأكيد سوف يضر بالدولة التي لن تلتزم بما قالت أنها سوف تلتزم. We have seen from 2015. شهدنا منذ عام 2015 وحتى الآن تراجعا حادا في مستوى العرض لدى الدول غير الأعضاء في أوبك، خاصة من قبل أصدقائنا في أمريكا الشمالية، ونتيجة لذلك فإن توقعات العرض من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك هذا العام قد تراجعت بشدة. لكن بالنسبة للعام القادم فقد بدأنا نشهد بعض مؤشرات التعافي، خاصة في حقل نفط كاشاغان في كازاخستان، حيث أطلق مشروع حقل روبي للغاز الطبيعي في أكتوبر الماضي، وبالتالي رجعنا مستوى العرض من خارج أوبك في 2017 من سالب إلى موجب، ونتابع عن كثب هذا المشروع ومشاريع أخرى لنستمر بتحديث أرقامنا. ما أنا متأكد منه هو أنه في نهاية العام الماضي كان هناك فائض في سوق النفط بنحو 2 مليوني برميل يوميا. هذه السنة نرجح عودة التوازن ربما أقل ب 500,000 برميل يوميا. ما تستطيع أوبك فعله من خلال ما أعلنته في الجزائر هو إعادة التوازن، فمثلا الاحتياطي لا ينمو وهو كبير جدا، هناك 4 ملايين برميل من الاحتياطي فوق المستوى، إذن علينا أن نستهلكها قبل أن نعود إلى المستوى العادي. سأكون واضحا هنا بأنني لست متفائلا كثيرا بشأن سعر النفط. نحن نستخدم تقديرات محافظة للاستهلاك، ونريد أيضا أن نحافظ على انضباطنا وعلى خفض التكاليف. السنوات الثلاث الماضية كانت صعبة جدا على صناعة النفط في كافة أنحاء العالم، فالدول المنتجة للنفط والشركات اتبعت سياسات ترشيد لزيادة فعاليتها وتطوير نفسها كما تفعل أدنوك حاليا. بالنسبة إلينا بذلنا جهدا كبيرا خلال الأعوام الثلاثة الفائتة فقط لموازنة مواردنا وتكاليف إنتاجنا لنصل إلى 55 دولارا للبرميل الواحد، فإذا تراوح سعر البرميل ما بين 55 دولارا إلى 60 دولارا للبرميل الواحد فإن بي بي ستكون قد حققت هدفها فيما يخص موازنة الموارد مع التكاليف، وسنتجه بعدها إلى مرحلة النمو، لكن علينا أن نكون انتقائيين جدا في الاستثمارات التي نقدم عليها. بعد اتفاق المنتجين توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يشهد السوق النفطي توازن العرض والطلب قبل الموعد الذي كان متوقعا سابقا في نهاية 2017، وأشارت إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط بوتيرة أقوى من المتوقع في 2016 و2017، وزادت الوكالة توقعاتها لنمو حجم الطلب بواقع 120 ألف برميل يوميا إلى 1,400,000 برميل يوميا العام الحالي، و 110,000 برميل يوميا إلى 1,300,000 برميل يوميا في 2017. وفي وقت سابق من العام كانت الوكالة قد حذرت من تراجع الاستثمارات الجديدة في إنتاج النفط في 2017 لتسجل الاستثمارات في أنشطة المنبع، ولأول مرة تراجعا لثلاث سنوات متتالية. وكما المؤسسات الدولية لم يدخر خبراء القطاع جهدا في التحليل والتوقعات، ونحن استطلعنا آراءهم وناقشناهم في توقعاتهم وقراءتهم لمستجدات الطاقة. أكثر ما تعاني منه روسيا خلال الفترة السابقة منذ سبتمبر 2014 كان العقوبات المفروضة على القطاع النفطي، على قطع الغيار، على التكنولوجيا، على الصمامات، على الإنتاج المشترك بينها وبين الشركات الغربية، التي أخر الإنتاج في يعني تطور الإنتاج في روسيا قرابة 20%، وبالتالي تم استبدال الكثير من التقنيات الحديثة بتقنيات تعتبر بطيئة بالنسبة لسوق النفط. هذا ما عانت منه روسيا، وبالتالي هي تأمل في أن يكون لتعيين تيلرسون الأثر الكبير
على أن رفع العقوبات في المستقبل. ونلفت النظر أيضا إلى نقطة مهمة، أن ترامب قبيل انتخابه أشار إلى احتمال رفع العقوبات وإعادة النظر بعائدية القرم إلى روسيا. النفط الصخري إنتاجه قل عن السنة الماضية بمليون ومئتان ألف برميل. هناك مرونة للتكيف مع أسعار النفط المنخفضة في منطقة بيرميان بيسن فقط، لكن لما ننظر لمنطقة إيجل فورد ومنطقة باكن فنرى أن الإنتاج انخفض 700 ألف برميل هنا و600 ألف برميل هنا عن السنة الماضية. 100 شركة نفط صخري وغاز صخري لجأت إلى قانون الإفلاس الأمريكي، وهناك مشاكل كثيرة، فلا نستطيع أن نعول على هذا المنتج المرجح. لذلك بعد دراسة مثل ما قال معالي الوزير، بعد دراسة مستفيضة لمنظمة أوبك، أسواق النفط وجدت أنه لا غنى عن أوبك لأن ترجع وتدير هذه الأسواق. ما حصل هو نقل الحفارات من المناطق المحيطة بمركز الحقول إلى مركز الحقول. فمثلا هناك بئر ينتج 200 برميل أو 300 برميل يوميا في طرف الحقل، إذا نقلنا نفس الحفارة إلى مركز الحقل فإنه ينتج 1500 برميل. فهذا النتيجة معروفة، أن الإنتاجية ستزيد مع انخفاض عدد الحفارات ومع انخفاض الأسعار، ولكن لو استمرت الأسعار بالانخفاض لفترة طويلة من الزمن سنجد أن حتى هذا سينخفض. الإنتاج الأمريكي انخفض بشكل كبير بحدود مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الأسعار، ولو قارنا توقعات الإنتاج في أواخر عام 2014 بالحالي نجد أن الفرق مليوني برميل يوميا. لذلك هناك أثر سلبي ضخم على صناعة النفط الأمريكية. تم تسريح أكثر من 120 ألف موظف وعامل في الصناعة، وقد يتجاوز ربع مليون عامل في نهاية العام. This is something that again, you know, is not clear yet. لم يتضح بعد من خلال المعلومات المتاحة وما تمت الموافقة عليه كيف ستتبلور الأمور في المفاوضات بين الشركات الدولية والشركة الوطنية الإيرانية للنفط. إذن الكثير من التفاصيل سيحسم في المفاوضات الفردية، ولكن يبدو أنه من المتوقع أن يتم حل النزاعات في إيران وبتحكيم إيراني، وهذا أمر عادة ما يثير مخاوف معظم شركات النفط في مناطق نفوذ أخرى، فهي تفضل عادة التحكيم الدولي، إلا أن إيران طرفا في اتفاقية نيويورك وتسمح بالتحكيم الدولي، بالتالي هناك احتمال أن توافق على التحكيم الدولي كآلية لحل النزاعات، إلا أن الموضوع لم يحسم بعد. حلقة عالم الطاقة مستمرة، وبعد الفاصل جولة على أبرز قضايا الطاقة التي تابعناها هذا العام في الدول العربية، وعلى رأسها ملفات الطاقة المتجددة. في 2016 قدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا حجم مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي بنحو 19%، وأشارت إلى أنه ينبغي مضاعفة تلك النسبة في 2030 ورفعها إلى 80% في 2050 للحد من انبعاثات الكربون بنحو 1000 جيجاتون. وحول حجم الاستثمارات في القطاع، أشارت أيرينا إلى أنه تم استثمار 300 مليار دولار في الطاقة المتجددة في 2015، وهناك خطط لرفعها إلى 900 مليار دولار سنوياً بحلول 2030. ورغم أن أخبار النفط تصدرت العناوين معظم الأوقات، لم تغب تطورات الطاقة المتجددة عن مشهد الأحداث هذا العام ولا عن حلقات عالم الطاقة. We think that by 2050 نعتقد أنه ينبغي تخفيض انبعاثات غاز الكربون بحوالي 1000 جيجاتون بحلول 2050، وحسب المنح الذي نحن عليه اليوم فإننا بعيدون للغاية من هذا الهدف. إذا أردنا تحقيقه فعلينا أن نخفض انبعاثات بحوالي 80 إلى 90%. إنه مزيج من الجهود التي ينبغي أن تبذل لتحقيق هذا. إنه ليس شيئا واحدا فقط، لكن الطاقة المتجددة عنصر مهم من هذا المزيج. هي بديل للطاقة الأحفورية التقليدية التي يكون فيها الكربون كثيفا، وهذا يقدم نصف ما نحتاجه فيما يخص الانبعاثات. فعالية الطاقة تحسين فعالية الطاقة، تحسين فعالية المركبات،
تحسين فعالية الآليات بالإضافة إلى تحسين فعالية المباني، كل هذا سيلعب دورا كبيرا في تخفيض الانبعاثات. ثم هناك أيضا أحواض الكربون، حيث يجب أن تكون لدينا برامج طموحة في مجال زراعة الغابات، فهي لديها أيضا تأثير على البيئة وتأثير على استقرار الأرض وخصوبتها. لذلك أعتقد أن الحلول بأيدينا، ولكننا فقط بحاجة للإرادة السياسية لتحقيقها. وضعت الوزارة خطتها الاستراتيجية حتى عام 2030، حسب طبعا منها وغدر منها أنها تكون 15% من الطاقة المنتجة هي من الطاقات المتجددة عبر الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. طبعا في مشاريع وايد يعني راح تكون بإذن الله تعالى في خطة الوزارة، منها 2000 ميجاوات عن طريق معهد الأبحاث العلمية وبالتعاون معاهم. أيضا هناك عدة مشاريع الآن، منها مشروع راح ينتج بحدود 280 ميجاوات مع هيئة الشراكة مع القطاع الخاص، وسيتم يعني طرح هذا المشروع مع القطاع الخاص. أيضا هناك مشاريع يعني متعددة، منها استغلال أسطح أو أسطح خزانات المياه اللي في الاستراتيجية، خزانات الاستراتيجية المياه، لتحويلها إلى خلايا كهروضوئية أو بطاقة شمسية لإنتاج هذه الكهرباء. أيضا الوزارة من فترة يمكن أكثر من سنة قامت بتشكيل لجنة برئاسة معالي وزير الكهرباء والماء وأعضاء من جميع الهيئات والجامعات والمعاهد العلمية والحكومية لتحديد المشاريع اللي تقوم فيها مثلا الشركات البترولية أو مثلا معهد الأبحاث أو الجهات المتعددة. فهذه يعني خلينا نقول المشاريع الرئيسية. بالتأكيد احنا دلوقتي زي ما قلنا حضرتك احنا عاوزين مصر تبقى هب لإنتاج الطاقة الكهربية وتوزيعها أيضا ونقلها الحاجة من خلالها. فاحنا بنعمل مشروعات دلوقتي، يعني مشروعات سيمنز اللي احنا بنعملها دي تكلفتها 6 مليار يورو، وايضا في نفس التعاقد مع سيمنز ان تعمل محطه رياح بتصل قدرتها الى 2000 ميجا، فهم هيعملوا المحطه وهيبنوا مصنع ايضا يصنع بعض اجزاء المعدات، لان احنا بنهتم جدا بنقل التكنولوجيا، وده بيساوي حوالي 2 مليار يورو كمان. يعني الباكج اللي موجوده كلها بحوالي 8 مليار، ده احد المشروعات اللي شغاله الوقت حالي. ايضا في مشروعات اخرى تحت الانشاء يعني سبق انها ابتدت ولسه ما انتهتش، فيعني حجم العمل الذي يتم الان كبير. لكن المساله مش مساله محطات محولات بس، احنا التحدي حقيقي امامنا دلوقتي في هي مد الشبكات وتقويه الشبكات، شبكات المستوى ال 500,000 فولت. وبقول لحضرتك احنا حاليا يعني عملنا استيميشن تقريبي للتمويل المطلوب في حدود حوالي 33 مليار جنيه مصري. قضايا الطاقة تصدرت أجندات الكثير من الدول العربية، كما تصدرت أحداث العالم الاقتصادية هذا العام، من السعودية ومصر إلى الأردن وفلسطين وتونس وحتى لبنان، حيث كان ملف الطاقة المؤجل حاضرا عدة مرات على طاولة النقاش. تبنينا استراتيجية جديدة لقطاع الطاقة تقوم على مبادئ أساسية ترتبط ب تحقيق أمن التزود، تنويع المصادر، استغلال المصادر المحلية، وتعزيز الكفاءة في استخدامات الطاقة. كما نعلم الأردن بلد مستورد صافي لاحتياجاته من الطاقة من مشتقات النفطية وغيرها، نستورد أكثر من 95 أو 96% من احتياجاتنا. وعمليا موضوع الطاقة موضوع هو تحدي اقتصادي اجتماعي من الدرجة الأولى يواجه الاقتصاد الأردني ويواجه المملكة بشكل عام. لذلك عملنا على أن ننوع في البدائل وأن نختار العديد من المسارات المتوازية التي يمكن السير عليها تحقيقا لعمليا الاستقرارية في التزويد، إعادة النظر في تركيبة السوق، وأيضا هذا من شأنه أن يعزز من كفاءة وتنافسية الاقتصاد الأردني بشكل عام. أولا نحن في اتفاقية مع الشركتين الإسرائيليات وهي المصافي في إسرائيل، ونحصل على المحروقات 50% من كل شركة، وبالتالي هو من خلال الشركات الإسرائيلية، ما في عندنا استيراد مباشر حتى الآن، إن شاء الله ننجح ونعمل استيراد مباشر في الفترة المستقبلية. الفاتورة يمكن تشكل حوالي 150 مليون دولار شهري، حوالي 550 مليون شيكل.
هي الفاتورة الشهرية حاليا يعني كانت أعلى من هيك وبالتالي انخفضت شوي ارتباطا بأنه الأسعار انخفضت عالميا. هناك اليوم معامل إنتاج للكهرباء في لبنان بحدود قدرتها بحدود 2500 ميجا وات، ولكن جهوزيتها هي بحدود 58% من هذه القدرة، يعني نتحدث عن حوالي 1500 ميجا الطاقة الفعلية المتوفرة، بينما الحاجة اليوم هي بحدود 3000 ميجا وات. الفرق كان يجب أن يصار إلى تأمينه عبر معامل إنتاج جديدة. هذا الأمر بكل بساطة للوصول إلى تأمين هذا الفارق، هناك قوانين وضعت منذ العام 2002 أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري. القانون 462 على 2002، هذا القانون الذي يسمح للقطاع الخاص أن يدخل في موضوع إنتاج الطاقة الكهربائية وكذلك في موضوع توزيع الطاقة الكهربائية، على أن يبقى النقل بيد الدولة عبر شركات تابعة للدولة أو تدار من قبل القطاع الخاص بينما ملكيتها للدولة. هذا الأمر لم ينفذ لسبب وحيد، هو أن الوزراء المتعاقبين على حقيبة الطاقة منذ العام 2002 حتى يومنا هذا هم مستفيدون من استمرار الوضع على ما هو عليه. هناك صفقات، نعم هناك صفقات تركب لكي يبقى الوضع على ما هو عليه. بالنسبة لتونس، التوجه نحو الطاقات المتجددة هو توجه استراتيجي، وكما ذكرتم الهدف هو بلوغ 30% في مستهل 2030 من الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء. وأحنا في السنة الفارطة وافق مجلس نواب الشعب على الإطار القانوني، وهذه الأيام أنهينا كذلك كل الملاحق والنصوص التطبيقية للشروع والتسريع في المشاريع الطاقات المتجددة في تونس، خاصة من الشمس ومن الريح. مع العلم أنه الآن نسبة الطاقات المتجددة في تونس في إنتاج الكهرباء هي متواضعة وهي تمثل 3%. الشركة السعودية للكهرباء تقدم الخدمة لأكثر من 8 ملايين مشترك، وتضيف حوالي 500,000 مشترك جديد سنويا، وهذا في واقع الأمر من التحديات الكبرى التي تواجه قطاع الكهرباء، وما يترتب على ذلك من الحاجة إلى استثمارات ضخمة جدا نحتاج في قطاع التوليد على سبيل المثال، إضافة ما يقارب من 5000 ميجا وات سنويا لمقابلة الطلب المتزايد، واستثمارات مالية تقدر بمعدل سنوي يتجاوز 50 مليار ريال سعودي للسنوات الخمس القادمة. طبعا هذا ناتج عن معدلات النمو العالية، وهذا حقيقة ما دفع الجهات المعنية أن تركز على ما يسمى بكفاءة الطاقة، سعيا لتقليص النمو العالي في الطلب على الكهرباء من زاوية، ومن زاوية أخرى أيضا تقليص استخدام الوقود. طبعا مع التحدي بتاع أسعار برنت ده منيح، لكن في نفس الوقت بما أننا بنعمل على تحسين البيئة التي نعمل بها من حيث تحفيز وتشجيع الاستثمار، سواء فيما تقوم به الدولة من تحسين التاكس ريجيم والفاينانشال ريجيم اللي موجود، وفي نفس الوقت والمناخ الأعمال بصفة عامة، بالإضافة إلى ما نقوم به كقطاع بترول من تحسين العقود بتاعتنا والترمز وكمان التسعير، وأهم حاجة التسريع بإجراءات التراخيص والموافقات اللي كانت بتاخد وقت طويل وكان فيها بيروقراطية عالية، خفضنا الزمن بتاعها بحيث أنها تبقى متشجعة. وآخرهم أن احنا تسديد مستحقات الشريك الأجنبي اللي كانت متراكمة علينا على مدار بعض السنوات، خفضناها إلى النصف. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نلتقي الأسبوع المقبل مع قضية جديدة من عالم الطاقة. إلى اللقاء.